خلينا بقى نروح لواحد كمان من الاخبار الحلوه اللي معانا، وهو دخول محمد الضاوي وخالد عبد الفتاح الصفقتين الجداد للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي في التدريبات الجماعيه للفريق، واللي كانت النهارده الصبح على ملعب التتش بالجزيره. وكمان من الاخبار الحلوه هو عوده طاهر محمد طاهر للمشاركه في تدريبات الفريق، وبيرسي تاو كمان بدا في المشاركه تدريجيا في ختام برنامجه التاهيلي، وده كان ضمن استعدادات الاهلي لمواجهه فريق مصر يوم الخميس اللي جاي في إطار منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري، وده بعد انتهاء الراحة السلبية اللي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة. بالظبط.